في إطار بناء جيش قوي على أسس عسكرية سليمة، انطلقت بمقر الهجرة غير الشرعية فرع ساحل الجبل الأخضر بمدينة طلميثة المرحلة الثانية من تدريبات طلبة الكلية البحرية العسكرية للدفعة 52. المرحلة الثانية من التدريبات تضمنت التدريب على السباحة والتجديف والإسعافات الأولية وإنقاذ الغريق، بالإضافة إلى أنه ستنطلق خلال الأيام القادمة المرحلة الثالثة للتدريب العملي على ظهر القطع البحرية. قمنا في المرحلة الثانية لدراسة الطلبة اللي هي العملي، وتنقسم المرحلة العملي إلى مرحلتين. المرحلة الأولى اللي قمناها توا والحمد لله تمت بنجاح، وكانت تمارين على السباحة والتجديف والإسعافات الأولية اللي هي فيها إنقاذ الغريق بالبحر وانتشاله من عرض البحر. التدريبات كانت بحضور رئيس أركان القوات البحرية وآمر جهاز حرس السواحل وآمر شعبة الإعلام والمراسم برئاسة أركان القوات البحرية. وبختام المرحلة الثانية من التدريب تم تكريم جهاز الهجرة ساحل الجبل الأخضر ووحدة الإنقاذ البحري طلميثة فرع المرج. المرحلة الثالثة وهي المرحلة التي سوف يقوم بها الطلبة فرع الكلية البحرية بالكلية العسكرية على متن السفن. نحن بعد أيام سوف نقوم برحلة تدريبية على متن الخافرة الكرامة على طول الساحل الليبي، حيث سوف يتلقون الطلبة تدريبا عمليا على الملاحة والإنقاذ. تدريبات جاءت لتكوين مؤسسة عسكرية على أسس صحيحة ليكون لليبيا جيش قوي يحمي الوطن في البحر والبر والجو.